السلام عليكم تتبع الملارية كوزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، المهم ندوزو شنو غادي نوجدوا ان شاء الله يا ربي اليوم مع بعضياتنا. عندي هنا الكفته ديال الدجاج، ياك شنو غادي واحد الشرميله وواحد هذه ديالها، راه عرفتي كتجي ما نقول لكم شي عليها، عي صدقوني جربوها ردوا عليا الخبر. غادي نشرملهم باش نشوي الوليدات. المهم غادي ندوزو للعطريه. العطريه عندي هنا السودانيه ضروري هاد الحار باش كيلدد، واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير، واحد نص معلقه صغيره ديال البزار ابيض، الملحه على حسب الذوق، معلقه صغيره عامره ديال القرفه والتحميره، وما نساوش البصله والربيع والزيت البلديه. غادي ندوزو على بركه الله. بسم الله، ديك الزيت زويته بلديه، وهاد العطريه كلها صدقوني راه تجي من نقول لكم شي عليها، عيدي جربوها وردوا لي الخبر. البصله والربيع، المهم كل واحد دابا اقتراحات نتوما تقدروا، المهم تزيدوا تنقصوا كل واحد على حسب شنو كيبغي. والقياس دائما كنقول لكم، المهم انا درت يكون تقريبا اكثر من كيلو ونص، نتوما كل واحد وعلى حسب شحال ما عنده. ما بقاتش دابا بنادم واخا دير نص كيلو واخا ربع كيلو، المهم الواحد كيمشي على حسب داك الشيء الميزانيه ديالو على حسب شنو عنده. ايوا نشرملوها ونديروها من بعد كويرات ونقليوها ولا نشويوها. المهم هذه الطريقه ديال الشرميله ديال الملاليه تيفي، الكفته ديال الدجاج. من بعد ما كنخلط الكفته ديالي هانتوما كتشوفوا، صدقوني ديك الشرميله ديك التوابل اللي عطيتكم راه كيجي بهاد الكفته ما نقول لكمش عليها، غير جربوها وردوا عليا الخبر، راه تجي ما ولا اروع. ولا بغيتو تزيدوها اكثر واكثر، انا ما توفرش عندي دابا هنايا في هذا شي راس ديال معلقه راس الحانوت، حتى هو كيجي يلددها صراحه الله. ولكن الا ما كانش حتى هاد العطريه وهاد التوابل اللي عطيتكم راه تيجيوها رائعه واكثر من رائعه، جربوها وردوا عليا الخبر. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتديروها ان شاء الله يا ربي وتاكلوها بالصحه والهنا. المهم كما كتبقى بغيتو ديروها همبرغر غادي ديروها، المهم انا يدي راه مزعلكين دابا بهادي حتى كنوصلكم ديروها همبرغر ديروها، بغيتو تحربلوها وتشويوها ولا تقليوها، المهم كيبقى لكم حريه الاختيار. انا هذه هي الشرميله ديالي، وكل مره وكيف الواحد كيبغي. عندي عاود وحده اخرى عاود دابا نعطيها نشاركها معكم، المهم انا ولادي كيفضلوا هذه كتجي لذيذه. يلا السلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، وعواشركم مبروكه ورمضان كريم، وحتى الفيديو القادم، والسلام عليكم. And